بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء في هذه المحاضرة واللقاء المتجدد معكم في مساق محاسبة الضرائب. طبعا إحنا إن شاء الله اليوم سنستكمل ما بدأنا في المحاضرة السابقة من الدخول والشرح في ضريبة الدخل. تحدثنا أن ضريبة الدخل هي من الضرائب المباشرة اللي تفرض على الدخول اللي بحققها الأشخاص، سواء كان الأشخاص أشخاص طبيعيين مثل الموظفين أو أصحاب المهن الحرة، أو أشخاص اعتباريين مثل الشركات. طبعا أقسام ضريبة الدخل عندنا: في ضريبة الدخل على الرواتب، في ضريبة الدخل على المهن الحرة، في ضريبة الدخل على الشركات اللي هي أرباح الشركات، واحنا بدأنا في ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بسموها الاستقطاعات أو ضريبة الاستقطاعات. اليوم إن شاء الله سنستكمل ما بدأنا في المحاضرات السابقة من هذا المساق. طبعا يمكن حكينا إنه مساق محاسبة الضرائب بتناول كل موضوعات الضريبة، وخاصة موضوعات ضريبة الدخل بشكل كامل، وبنركز أكثر على الجانب العملي، انه كيف الطالب يحتسب الضريبه على المكلفين. طبعا احنا تحدثنا في البدايه انه احنا نعمل في فلسطين تحت مظله قانون ضريبه الدخل المعتمد من السلطه الفلسطينيه، ووضحنا انه احنا عندنا اشكاليه قانونيه مترتبه على الانقسام السياسي، لأنه في غزة قانون ضريبة الدخل قديم، قانون رقم 17 لعام 2004، هو قانون معتمد من المجلس التشريعي، وهناك قانون أو قانون بقرار أو قرار بقانون معتمد من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قانون رقم 8 لعام 2011 طبعا وتعديلاته. فإحنا يمكن حكينا إنه القانون الأحدث هو القانون عام 2011، بعيدا عن الجانب السياسي. طبعا القانون عام 2011 افضل للمكلف من حيث الاعباء والاعفاءات ومعدل الضريبه، افضل حتى في الاحتساب لنا كمحاسبين والكم كمحاسبين ان شاء الله، ولدوائر الضريبه اللي ما فيش فيه تفاصيل كثيره، بيختصر الامور كثير، بيعتمد عمله الشيكل في التعامل، وبالتالي هذا بيريحنا من موضوع الخلافات اللي ممكن تصير على اسعار الصرف مع المكلفين. لانه انت خلاص عملة التداول عندنا هي عملة الشيكل، وبالتالي بيكون افضل نشتغل وفق الشيكل. اليوم ان شاء الله حندخل مع بعض كيف ناخذ حالات عملية للاحتساب. بدنا نتذكر مع بعض انه تحدثنا انه نسبة ضريبة القيمة، ضريبة الرواتب والاجور، تمتد من تتراوح بين 5 الى 15%. اذا بنتذكر مع بعض الشرائح الشهرية قلنا من 1 شيكل الى 6250 شيكل 5%، من 6251 إلى 12500 شيكل 10%، أكثر من هيك يكون 15%. تحدثنا أيضا عن الإعفاءات اللي بيقدمها القانون، قلنا إنه في عندنا إعفاء سنوي اللي هو بنسميه إعفاء المقيم أو إعفاء الشخصي أو يسموه إعفاء الأعزب. هذا المبلغ على مدار السنة 36000 شيكل، يعني أنت بتحكي عن 3000 شيكل بالشهر. أيضا القانون بيعطي للطالب الجامعي إعفاء مبلغ وقدره حسب القانون بتاع ضريبة الدخل، مبلغ وقدره لإعفاء الطالب الجامعي 6000. طبعا 6000 بالسنة، فبالتالي انت لما تحسب وتضطر تحسب على الشهر بتقسم على 12. تمام، احنا الان حنشوف ان شاء الله حالات عمليه مع بعض. طبعا تحدثنا عن التنزيلات، قلنا اي شيء يخصم من الموظف، وخاصه الادخار والتامين الصحي وبعض الخصميات اللي بيعتمدها القانون تعتبر تنزيل، ما دون ذلك من خصميات ما لنا علاقه فيها. يعني والله الموظف بسدد قاعد قرض، ما لي علاقة فيه. الموظف ماخذ لابتوب تقسيطه بنخصم من راتبه، ما لنا علاقة فيه. الموظف والله شرى سيارة، ما لنا علاقة فيه. لكن لو الموظف اشترى شقة أو اشترى بيت للسكن، تمام، أو أخذ مرابح لشراء شقة أو شراء بيت للسكن، هذه لها اعتبارات حناخذها إن شاء الله بالحالات العملية. نشوف أول مثال عندنا: سيد محمد يعمل موظف في شركة بيسان التجارية. طبعا راتب السيد محمد الشهري 12000 شيكل بالشهر،
بيحصل على علاوة زوجة. طبعا ايش يعني علاوة زوجة؟ علاوة زوجة انه هذا الشخص متزوج، وبالتالي الشركات بتمنح موظفيها المتزوجين علاوات شهرية، بمعنى اضافة على الراتب، هي علاوة اجتماعية قيمتها 300 شيكل بالشهر، بمعنى انه هذا الشخص متزوج، وبالتالي يختلف عن الاعزب انه عنده اعباء لزوجته ونفقات لزوجته. في عنده كمان علاوة مخاطرة، محمد ممكن وضحنا علاوة المخاطرة؟ هي بيحصل عليها المحاسب، بيحصل عليها المهندس اللي بيتعرض في عمله لخطورة. واحد حيقول يا استاذ وش الخطورة اللي بيتعرض لها المحاسب؟ المحاسب بيتعرض لخطورة انه يخطئ في الفلوس او في النقود، وبالتالي اي خطأ هو بيقع فيه لانه بيتعامل مع مبالغ كبيرة وبشكل متكرر طول النهار طول فترة الدوام، اي خلل في الفلوس او في النقود اللي هو بيعمل فيها يخصم من راتبه ويتحمل مسؤولية المحاسب، عشان هيك بيعطوه علاوة مخاطرة. ايضا نسبة مساهمة الموظف، هان الموظف مشترك في صندوق الادخار بنخصم من راتبه 5% من الراتب الاساسي. الان كيف بدنا نحسب الضريبة على هذا الموظف علما انه متزوج ويعول 3 اولاد؟ طب يا استاذ موضوع الاولاد، طبعا الثلاثة بدرسوا في الجامعة، تمام؟ حنشوف على طول. احنا الان بنبدا في الحل، هنجيب المؤشر، تمام؟ اول نقطه حنقول انه هذا بيان الدخل الشهري، في عندي جزئي وفي عندي كلي. طبعا الان اي اس انه احنا بنحسب على الشيكل، ليش بنحسب على الشيكل؟ لانه سعر الضريبه حسب قانون، قرار القانون رقم 8 لعام 2011، انه احنا بنحسب ايه؟ بالشيكل، فهذا بكون عندي بالشيكل. الان اي اس معناها نيو اسرائيليان شيكل، يعني شيكل جديد، تمام؟ نبدا على طول في البدايه في الراتب الشهري الاساسي. الراتب الشهري الاساسي عباره عن 12000 شيكل، من وين جبته يا استاذ؟ ده تمام، يضاف اليه العلاوات، تمام. ايش العلاوات؟ قلنا هي مبالغ اضافيه يحصل عليها الموظف من الشركه التي يعمل فيها بتزيد راتبه. عنده علاوه زوجه ب 300 شيكل، هذه معطى عندنا في السؤال. عنده علاوه مخاطره ب 500 شيكل. في هل هناك علاوات اخرى؟ طبعا فيش علاوات اخرى، بس انت ليش ضفت العلاوات؟ لانه هذه العلاوات ترتب عليها انه راتبه زاد. طب هل هذه العلاوات تخضع للضريبه؟ نعم، بنص القانون هذه العلاوات تخضع للضريبه باستثناء ما عفاها القانون. طبعا القانون ايش عفى من العلاوات؟ حناخذ كمان شويه مثال على موضوع علاوه المواصلات. طبعا القانون عفى علاوه المواصلات من الضريبه لموظفي القطاع العام، وعفى علاوه المواصلات من الضريبه بنسبه 10% أو مبلغ العلاوة أيهما أقل، 10% من الراتب الإجمالي أو العلاوة أيهما أقل لموظفي القطاع الخاص، تمام؟ لكن علاوة الزوجة، علاوة المخاطرة، علاوة غلاء معيشة، علاوة إدارية، كل هذه العلاوات تخضع للضريبة. الآن كم مجموع العلاوات عندي؟ 800 شيكل. يبقى الآن عندي الراتب الشهري الإجمالي كيف بنجيبه يا أستاذ؟ نجمع الراتب الشهري الأساسي زائد مجموع العلاوات بيطلع عندي 12800 شيكل. يخصم التنزيلات. الآن السؤال ما هي التنزيلات؟ التنزيل يا شباب، التنزيل انتبهوا للتعريف، طبعا تعريف قانون، التنزيل هو عباره عن نفقه او مصروف، تمام، نفقه او مصروف يتكبده الموظف ويخصم من راتبه، بمعنى هذا الموظف مشترك في صندوق الادخار، فبالتالي بنخصم من راتبه شهريا 5% من الراتب بتاعه، الراتب الاساسي، طبعا حسب النص، انا هنا عندي قال لي 5% من الاساسي، هيك النظام تاع الشركه. احيانا الموظف بيساهم في تامين المعاشات، موظف الحكومه، تمام، حناخذ عليها ان شاء الله مثال. احيانا بنخصم من الموظف، تمام، تامين صحي يعتد فيها، يبقى الادخار التامين الصحي، تمام، التامين المعاشات مقبول. لكن لو الموظف بنخصم من راتبه قسط جوال او قرض حسن او قسط لابتوب او قسط مرابحه سياره، ما لنا علاقه فيها. يبقى هذه التنزيلات على طول بنقول انه هذا الموظف يساهم في صندوق الادخار بقديش؟ 12000 الراتب الاساسي الشهري طبعا ضرب 5% بيطلع عندي 600 شيكل. اذا صافي الراتب الشهري كيف جبناه؟ عبارة عن 12800 اللي هو الراتب الشهري الإجمالي، تمام، ناقص اللي هو 600 اللي هو المساهمة في صندوق الادخار، بيطلع عندي صافي الراتب الشهري 12200. على طول بنيجي نخصم بعدين الإعفاءات العائلية. ما هي الإعفاءات العائلية؟ هذا نص قانون ووضحناه. الإعفاءات العائلية هي تخفيضات حسابية بنقوم فيها احنا كمحاسبين عند احتساب الضريبة، تمام؟ هي تخفيضات حسابية، يعني تخفيضات دفترية، بمعنى هل فعلا بنخصم من الموظف اعفاء شخصي، تمام؟
احنا بنخصم لما نحسب الضريبه عليه، لكن هل الموظف والله بياخذ 3000 شيكل؟ لا، هذا مش علاوه، العلاوه انه بياخذ. تمام، واحد عنده طالب جامعه، هل بيعطوه يا سيدي فلوس؟ لا، هما لانه عنده طالب جامعي فبخفضوا الدخل الخاض عنده، بمعنى هل هم يدفعوا الضريبه على 12200 ولا يدفعوا الضريبه على 11200؟ مين افضل له؟ لا، على 11200. عشان هيك بنعمل شويه ايش؟ تخفيضات، الهدف تحقيق العداله. ليش؟ لانه الشخص اللي عنده اولاد في الجامعه مش زي الشخص اللي عنده لسه اولاد اطفال في المدارس وما بيدفعوش رسوم دراسيه. هذا حسب طبعا نص القانون. فعلى طول احنا الان بنقول اعفاء شخصي 3000. طب انت يا استاذ قبل شويه قلت انه 36000، مظبوط يا استاذ. 36000 متى؟ في السنه. طب 36 على 12 بيطلع 3000. اعفاء طالب جامعي، تمام، القانون بيقول يا شباب اعفاء طالب، هي النص حنشوفه، اعفاء الطالب الجامعي بمبلغ 6000 شيكل سنويا وبحد اقصى طالبين في كل سنه. ممتاز. قال انه كم طالب في الجامعه عنده؟ عنده 3 اولاد في الجامعه، الله يعينه عليهم. تمام، لكن القانون يسمح، وهذه طبعا فيها مشكله، انا بالاخر عندي 3 في الجامعه شو اعمل يعني؟ تمام، فهذه فيها مشكله، لكن هذا نص القانون. الان بقول لك انه القانون بيعطي فقط لاثنين بحد اقصى، طبعا بيشمل الطالب جامعه نفس الموظف او زوجته، تمام، او من يعول او اولاده طبعا. فباجي بقول 6000 للشخص الواحد، تمام، في السنه. طب في اثنين بطلع 12000 في السنه، بقسم على 12. طب السنه الثالث الراتب ياخذ شعفاء، 6000 في اثنين هي 12000 على 12 شهر عشان اجيب اللي هو العفاء الشهري، بيطلع عندي ايش؟ 1000 شيكل. اذا مجموع العفاءات العائليه 3000 زائد 1000 4000، يبقى اخر نقطه، اخر محطه، الدخل الخاضع للضريبه 8200. يبقى شوف انت كيف ترتيب الاحتساب، ببدا بالراتب الاساسي الشهري، بنضيف العلاوات، بخصم التنزيلات، بصل لصافي الراتب، بخصم العفاءات، بصل الدخل الخاضع للضريبه، وهو 8200 شيكل. 8200 شيكل. الان بدنا نتذكر دائما نسب الضريبه اللي انا حكيت عنها في بدايه المحاضره واللي اخذناها المحاضرات السابقه، ان اسعار الضريبه شهريا ايش يعني؟ شوف سعر الضريبه يعني معدل الضريبه، يعني نسبه الضريبه. بقول لك اذا كانت دخل الموظف الخاضع للضريبه من 1 شيكل الى 600 6250 شيكل، فالنسبه 5%. اذا كانت من 6251 الى 12500 شيكل 10%. اذا زاد عن 12500 شيكل بتكون نسبه 15%. الان كم الضريبه على هذا المكلف؟ على طول انت بتاخذ الدخل الضريبي بتاعه اللي هو من وين جبنا يا استاذ الدخل الضريبي؟ هذا هو يا استاذ، تمام، 8200 هيو بتاخذها وبتكمل الحل في السلايد التالي. الدخل الضريبي 8200. الان الدخل الضريبي هذا وين اجى؟ تعدى الشريحه الاولى وتعدى الشريحه الثانيه. حيفوت طالب يقول يا استاذ على طول بنضرب في 10% لانه المبلغ هذا 8200 محصور في الشريحه الثانيه. خطأ يا استاذ، احنا الان قانون ضريبه الدخل بيشتغل وفق ايه؟ وفق نظام التصاعد بالشرائح مش بالفئات. التصاعد بايه؟ بالشرائح. ايش يعني تصاعد بالشرائح؟ بمعنى ان انت مش بتيجي بتقول والله 8200 وقعت في الفئه الثانيه يبقى بضرب في 10%. لا، خطأ، لانه انت هيك بتحمل المكلف عبء كبير. طب كيف بنحسب؟ بنقول انه انا عندي 8200 تعدى وتجاوز الشريحة الأولى، يعني هو أكثر من 6250، يعني هو غلط الشريحة الأولى. وين دخل؟ دخل في الشريحة الثانية. طب هل هو دخل في الشريحة الثالثة؟ لا، يعني هل هو زاد عن 12500؟ لا. فبالتالي هذا بنحسب على شريحتين. الشريحة الأولى بنقول إنه المبلغ حتى 6250 شيكل من 1 ل 6000 هذا بنضرب في 5% بيطلع 3312 ونص. لأن المبلغ اللي زاد عن 6250 حتى 8200 اللي هو المبلغ الخاضع للضريبه هذا يضرب في 10%. فبنقول 8200 اللي هو كل المبلغ ناقص المبلغ السابق هذا 6250 بنضربه في 10% بيطلع معنا 195 شيكل. وبالتالي بنجمع المبلغين مع بعض 312 ونص زائد 195 شيكل، الضريبه الشهريه المستحقه على هذا المكلف هي 507 شيكل ونص. وطبعا بدنا ننتبه زي ما حكيت، هذه النقطة اللي أخذناها واللي غطيناها في هذه المحاضرة هو موضوع إعفاء الطالب الجامعي، أنه فقط يغطي طالبين كحد أقصى في كل سنة.
هذا هيك بكون انت يعني وصلت للمطلوب، انه انت حسبت الضريبة الشهرية على هذا المكلف. تمام. الآن هناخذ المثال رقم 2. ممتاز. المثال رقم 2 بقول انه السيد عبد الرحمن يعمل موظف في شركة الهلال التجارية، كان راتبه الشهري 3000 دولار. اسف، مش شيكل، لا عادي، راتبه دولار، انا بدي اقصد الناس يشتغل بالشيكل. يحصل على علاوة بدل طبيعة مهنة 50% من الراتب الاساسي، وعلاوة غلاء معيشة 350 دولار شهر. هو متزوج ويعول 3 أبناء كما يعول والديه، يعني بعول والدي الأب والأم الله يحفظه. قام اللي هو السيد عبد الرحمن واشترى شقة للسكن فيها في شهر مارس بمبلغ 50,000 دولار. بس ليش انت كتبت شراء شقة للسكن؟ لأنه في أسد ناس بتشتري شقق للاستثمار، أو يعني بده يبيع ويربح فيها أو يؤجرها. فبالتالي نحن بنحكي إنه إعفاء شراء الشقة هو فقط لأجل السكن أو بناء المسكن لأجل السكن، مش لأجل التجارة وغيره، وهي لمرة واحدة فقط في العمر. إيش المطلوب؟ نحسب الضريبة المستحقة على السيد عبد الرحمن خلال شهر مارس. طبعا احنا هالشباب احنا واضحين في خصائص ضريبة الرواتب اللي تحسب شهري، وهذا أريح. تمام، وهي طبيعتها لأنه رواتب الموظفين رواتب شهرية، حتى لو زاد شهر عن التالي عادي، ما فيش عندنا مشكلة، ما بحسب بشكل سنوي. الآن باجي على طول نبدأ في أول نقطة، الراتب الشهري الأساسي. يعني احنا حاطين علامة الدولار لأنه الراتب الدولار وبدنا حنحوله. طب استاذ وين احنا بنحوله؟ احنا بنحول الراتب إلى الشيكل قبل الإعفاءات، لأنه الإعفاءات عندي بالشيكل. ضلك امشي عادي طبيعي، لما تصل للإعفاءات بتحول لشيكل. تمام؟ يعني بلاش كل نقطة تحولها لحالها، يعني بلاش هتحولها شيكل وهي تحولها شيكل وهي تحولها شيكل، لا غلط. فالراتب الشهري الاساسي 3000 دولار، 3000 دولار عفوا. يضاف العلاوات، انا عندي علاوه بدل طبيعه مهنه ب 1500 دولار، كيف جبتها يا استاذ؟ هي عباره عن 50% من الراتب الاساسي 3000 في 50%. وعلاوه غلاء معيشه 350 دولار، ايش يعني علاوه غلاء معيشه؟ وايش يعني علاوه بدل طبيعه مهنه؟ احنا هاي شرحناها قبل هيك، قلنا انه كل الموظفين اللي معهم درجه بكالوريوس مثلا في الحكومه بياخذوا راتب موحد، لكن في طبيب بياخذ علاوه 100%، في محاسب بياخذ علاوه 35%، في مهندس بياخذ علاوه 60%. تمام، فبتتفاوت العلاوات حسب طبيعه المهنه وحسب طبيعه التخصص. ليش؟ في اعتبارات كثيره مش مجال نحكي فيها. اذا في عندنا علاوه غلاء معيشه، ايش يعني علاوه غلاء معيشه؟ مبلغ اضافي بيحصل عليه الموظف بسبب ارتفاع الاسعار، بمعنى انه الراتب مستقر وثابت، يعني ما بتقدر الشركات تتغير رواتبها كل فتره وتكون سنه. تمام، انه هذا كادر او كسلم رواتب. فايش بتسوي؟ طبعا الراتب ثابت والاسعار بترتفع، اسعار السلع والخدمات بترتفع. فايش بتسوي الحكومه؟ تمام، والشركات في الغالب بتروح بتعطي موظفيها علاوه غلاء معيشه. ليش؟ حتى يعوض الفرق اللي فقد الموظف عشان الاسعار ارتفعت. تمام، فعلاوة غلاء معيشة 350 دولار، مجموع العلاوات مع بعض 1500 زائد 350 بقى هي 1850، بقى الراتب الشهري الإجمالي بالدولار 4850، كيف جبناهم؟ 3000 زائد 1850. الآن على طول هل عندي تنزيلات؟ يعني هل عندي تأمين صحي؟ في عندي ادخار؟ في عندي علاوات معفاة؟ لا، خلاص خلاص. فعلى طول بحول الراتب الشهري الإجمالي إلى إيه؟ إلى الشيكل. طب إيش أساس سعر الصرف؟ كل 1 دولار يساوي 3.5 شيكل. طبعا هذا مش سعر صرف حقيقي، يعني حقيقة سعر الصرف أقل من هيك هالقد للأسف. تمام، فكل 1 دولار يساوي 3.5 شيكل. فإيش بدي أسوي أنا؟ هقول 4850 دولار ضرب 3.5، تمام، بيطلع عندي 16975 شيكل. بخصم الإعفاءات العائلية، بخصم الإعفاءات إيه؟ العائلية. أنا عندي إعفاء شخصي زي ما تعودنا 36,000 بالسنة، يبقى بالشهر 3,000. وفي عندنا الآن إعفاء جديد اللي هو إعفاء شراء شقة
هذا بشكل شهري. القانون يا شباب بيقول، القانون بيقول تمام، اعتقد بكتاب تاني ولا لا بدي اتاكد، تمام مش مشكله. القانون بيقول اخذناه المحاضره السابقه بالنسبه للاعفاءات، انه يمنح للموظف اعفاء بقيمه 30,000 شيكل، تمام 30,000 شيكل لمره واحده اذا الموظف قام بشراء او بناء مسكن، يعني اذا اشترى شقه او بنى مسكن. طب لو شرى ارض؟ لا. طب لو شرى عفش واثاث؟ لا، انا بحكي عن شراء شقه او شراء بيت للسكن. 30,000 هذه بايه؟ بالسنه بعطيها، فبروح بقسمها له على 12، فبقول 30,000 على 12 بيطلع اعفاء شراء الشقه بكل شهر، بكل شهر 2500 دولار، تمام؟ يبقى الان مجموع الاعفاءات عندي، اعفاء شخص 3,000 واعفاء شقه 2500، بيطلع عندي هان خامس. طيب والطلبه في الجامعه ما ليش علاقه، في شو للجامعه حاليا؟ مجموع الاعفاءات 5,500 شيكل. طيب يا استاذ عنده هو ثلاث، يعول والديه وعنده ثلاث ابناء. الان في قانون المطبق في الضفه اللي احنا بنشتغل عليه حاليا، تمام، الاولاد واعاله الوالدين واعاله الحمايه واعاله الجيران كلهم مشمولات في ال 3,000 شيكل. يعني احنا بنقول له اصرف على حالك وعلى زوجتك وعلى اولادك وعلى ابوك وعلى امك وعلى كل عيلتك بال 3,000 شيكل، تمام. وبالتالي انا لا انظر. طب استاذ ليش جايبها لنا انت؟ معطيات بس، انك بس لازم تنتبه انه هي لا تؤثر على الاحتساب. في قانون غزه بيأثر، في القانون اللي احنا بنشتغل عليه حاليا قانون الضفه المطبق في الضفه لا، ما لنا علاقه فيه، بمعنى انه الافاده 3,000 يشمل كل شيء. الدخل الخاضع للضريبه كيف جبناه؟ 16,975 شيكل ناقص 5,500 شيكل بيطلع عندي الدخل الخاضع للضريبه 11,475 شيكل، 11,475 شيكل. على طول بنروح، طبعا هذه تو احنا تذكرناها مع بعض، هي قدامك حاضره في كل سؤال. الدخل الضريبي 11,475، هذا ايش صار؟ هذا خلص الشريحه الاولى وخلص الشريحه الثانيه ودخل في الشريحه ايش؟ تمام 11,000، عفوا يعني هذا دخل في الشريحه الاولى والثانيه زي اللي قبله. فباجي بقول نفس الفكره، تمام، انه هذا ال 11,475 لم يتعدى ال 12,5، لم يتجاوز ال 12,500. فباجي بقول الشريحه الاولى 6,250 في 5% والشريحه الثانيه 11,475 هو المبلغ الخاضع ناقص 6,250 ب 10% بيطلع 522,5. يبقى مجموع الضريبه الشهريه المستحقه على هذا المكلف، على هذا الموظف 835 شيكل، هذول شهريا يتم خصمهم من راتبه قبل ما يسلم الراتب، بنسميه الخصم عند المنبع. تمام؟ ان شاء الله تكون الامور يعني واضحه وسهله وبسيطه. المثال الثالث نشوفه مع بعض. ايضا السيد عبد الرحمن، طبعا يا شباب كل مثال في نقطه جديده، يعني احنا ما بنكرر قاعدين امثله فقط من اجل التكرار، كل مثال في نقطه جديده انا بوضحها في الحل. عبد الرحمن راتبه الشهري 1,515 شيكل، عنده علاوه بدل طبيعه مهنه 60% من الراتب الاساسي، بياخذ علاوه بدل مواصلات. الان انتبه، هذا علاوه بدل مواصلات. عبد الرحمن وين بيشتغل؟ في شركه خاصه، تمام، هو متزوج، يعول ثلاث ابناء، بيعول والده، تبرع اللي هو السيد عبد الرحمن الله يجزيه الخير بمبلغ 1,500 شيكل لجمعيه خيريه مسجله في فلسطين. احسب الضريبه الشهريه المستحقه على السيد عبد الرحمن. يعني السؤال هذا فيه عندي نقطتين جداد. النقطة الأولى اللي هي علاوة بدل المواصلات لموظف قطاع خاص، والنقطة الثانية التبرعات، تمام. هاي النقطة الجداد، هاي الحل على طول أمامنا. بنبدأ بالجزئي والكلي على طول. البداية في الراتب الشهري الأساسي 15,000 شيكل، تمام 15,000 شيكل. على طول ايش بنقول الخطوة اللي بعديها؟ بنضيف عليه العلاوات اللي بياخذها الموظف، علاوة بدل طبيعة مهنة 9,000. كيف جبنا 9,000؟ هي عبارة عن 60% ضرب 15,000. عندي علاوة بدل مواصلات 1,000 شيكل، تمام. طب ايش ست علاوة بدل المواصلات؟ بتلاقي انه الموظف والله مثلا سكان خان يونس وبيشتغل في غزة او العكس، تمام. طبعا هذا موجود في الحكومة بيصرفوه، وممكن في القطاع الخاص بتم صرفه. فبتروح الشركة عشان يعني تنصف الموظف تاعها، تمام، وبتعطيه
بدل المواصلات اللي بدفعها عشان يصل للشغل. طبعا مش كل الشركات بتعطي الكلام هذا، يعني احنا عندنا بالكليه الجامعيه بالجامعات جميعا بيعطوش علاوه بدل المواصلات، ما في، مش موجود. على العموم يبقى عندي علاوه بدل المواصلات بحطها الان 1000 شيكل، يبقى مجموع العلاوات عندي 10000 شيكل، لان الراتب الشهري الاجمالي قديش بيطلع؟ 15000 زائد العلاوات 10000، بكون عندي هان بكون عندي 25000 شيكل. يخصم التنزيلات. تمام. ايش التنزيلات؟ قلنا التنزيلات اما ادخار او تامين صحي او تامين معاشات او علاوات معفاه من الضريبه. طب ايش في عندي اساسا علاوات معفاه من الضريبه؟ القانون يا شباب نص قانون ضريبه الدخل احنا بنشتغل عليه قال انه تعفى علاوه المواصلات، تمام، لموظفي القطاع العام بشكل كامل. احنا الان مش قطاع عام، مش حكومه، نحكي عن قطاع خاص. في القطاع الخاص بتنعفي علاوه المواصلات او 10% من اجمالي الراتب ايهما اقل. يعني قديش انا عندي اجمالي الراتب؟ هذا الراتب الشهري الاجمالي 25000، طب في 10% بيطلع 2500. تمام، طب مين اقل، علاوه المواصلات ال 1000 شيكل ولا ال 2500؟ مين اقل؟ اللي هي علاوه المواصلات، الجماعه في الاقل. تمام، طب يا استاذ لو طلعت ال 10% اقل، مثلا لو طلعت ال 10% 700 باخذ الاقل على طول، باخذ الاقل. انا بقارن هنا كفتين بين مبلغ العلاوه وال 10% من الراتب الاجمالي. مبلغ العلاوه 1000، طب كم ال 10% من الراتب الاجمالي؟ 2500. مين الاقل؟ الاقل هو علاوه مواصلات، فبروح بخصمها، فبقول هان يخصم من ضمن التنزيلات علاوه بدل المواصلات، وهذا كلام خاص فقط في القطاع الخاص. لكن لو كان موظف حكومه بتنخصم كلها علاوه المواصلات، بمعنى انه بفرضش عليها ضريبه. انت الان تخيل لو فيش بدي اخصم هذه، بقول عليك الضريبه 25000 في نسبه الضرائب بعد هيك، لكن انا ايش بسوي؟ بخصمها له، بخفض الضريبه الا عليه. فصافي الراتب كيف جبته؟ اللي هو 25000 راتب اجمالي ناقص العلاوه بدل المواصلات عشان خصمتها، تمام، حاملها من عندي 24000. حينط طالب يقول يا استاذ طب انت يعني ليش ضفتها فوق وطرحتها تحت؟ يعني فوقها بالاخضر وتحت بالاحمر. هذه يا استاذ من باب الافصاح، يجب على المكلف انه يفصح عن كل مصادر دخله، والبند اللي معه في زي اللي هي علاوه مواصلات بنخصمها مره ثانيه، بعيننا الله يعني. يبقى الان عندي صافي الراتب الشهري 24000، تمام، يخصم الاعفاءات كالعاده، اعفاء شخصي 3000، تمام. بعد هيك فيها اللي عنده اعفاءات اخرى، قلنا الابناء ما لناش علاقه فيهم ولا الوالد انه مشمولين في ال 3000. هان قبل ما اصل لموضوع على النقطه الاخيره، بعمل نقطه هان جديده، الدخل الخاضع للضريبه قبل خصم التبرعات 24000 ناقص 3000 بيطلع عندي 21000. طب يا استاذ ليش؟ انه يا استاذ نص التبرعات ايش بتقول؟ انه قانون ضريبه الدخل بيسمح ب تنزيل التبرعات بما لا يزيد عن 20% من الدخل الخاضع للضريبة. ممتاز. الآن طب في شروط؟ طبعا في شرط مهم جدا، يجب أن تكون التبرعات لمؤسسات السلطة بناء على دعوة رسمية أو لجمعية خيرية مسجلة في فلسطين. طب يا أستاذ لو تبرعنا لجمعية في سوريا، جمعية في العراق، جمعية في اليمن، الله يفدها ويحفظ أهلنا في اليمن، تمام؟ لا يجوز، ولازم تثبت ذلك، لازم يكون في عندك إيصال من الجمعية إنه انقبضت منك هذا التبرع. أما إنه تقول والله تبرعت وتقعد تلف وتدور، مرفوض. يجب أن يكون التبرع لجمعية خيرية مسجلة في فلسطين، الشكل أنا كتبت إنه هذه الجمعية مسجلة في فلسطين، تمام؟ ويجب أن يكون هناك ما يثبت هذا التبرع، لأنه بيصير في عندنا تحايل وتلاعب في هذا الموضوع. الدخل الخاضع للضريبة قبل التبرعات 21000، بيقول التبرعات، تمام؟ ليش أنا متبرع 1500 شيكل؟ هل بزيد عن 20%؟ أي 20%؟ من الدخل الخاضع، هي الدخل الخاضع للضريبة 21000، بضربها ب 20% بطلع 4200، بمعنى مسموح لك أنت تتبرع ونعمل لك إياه تنزيل ب 4200. يعني أتبرع ب 4000، لا، أنت حر تتبرع إن شاء الله، تتبرع عن كل راتبك. لكن سقف التنزيل اللي بتسمح فيه الضريبه للتبرعات 4200 في حالتك. طب انا متبرع ب 1500، بخصم لك ال 1500، بمعنى الخصم ممنوع يزيد عن ال 20%، يعني الخصم
تمام، ممنوع يزيد عن 4200. طب يا سيدي لو انا بتبرع ب 10000 شيكل، الله يجزيك الخير في ميزان حسناتك، ايش بخصم لك؟ 4200. طب انا يا استاذ متبرع ب 4000، بخصم لك 4000. طب انا متبرع في السؤال هذا ب 4000 ونص، بخصم لك 4200، تمام، هي الاقل، ما يزيدش عن 4200. طب انا متبرع ب 100000، بخصم لك 4200 في سؤالنا. طب انا متبرع ب 1500، بخصم 1500 اللي هي الاقل، لا تزيد عن 20%، فخصمنا له 500. قال الدخل الخاضع للضريبه هان 21000 ناقص 1500 بيطلع عندي 19500، تمام. نفس الكلام، هي الاسعار موجوده عشان ما ننساش. يبقى الدخل الخاضع للضريبه 19500 هان المبلغ تعدى 6250 وتعدى 12500 ودخل وين؟ في الشريحه الثالثه. عشان نحسب الضريبه بنحسبها حسب ثلاث شرائح. الشريحه الاولى 6250 ضرب 5% بيطلع 312 ونص شيك. بعد هيك الشريحه الثانيه بتقول لك من 12500، تمام، من 6251 ل 12500، الفرق بينهم يضرب في 10% اللي هي 12500 ناقص 6250 بيطلع عندي 625. الان ما زاد عن 12500 يضرب كله في 15%، فباجي بقول كام المبلغ كله؟ 19500 ناقص 12500، تمام، ضرب ال 15% بيطلع عندي 1050. اذا الضريبه الشهريه المستحقه على هذا الموظف 1987 شيكل ونص. كثير يا استاذ، طبيعي لانه دخله عالي، تمام. اذا الضريبه الشهريه المستحقه على هذا المكلف 1987 شيكل، تمام. المثال رقم 4، اخر مثال عندنا في المحاضره هذه، تمام، يعني هذا فيه برضه فكره جديده، وهنا انا جايب لك استماره الراتب، هيك يعني استماره الراتب، ربنا ان شاء الله يكرمكم، تمام، ربنا يكرمكم ان شاء الله، وتتوظفوا وتحصلوا على احلى الراتب، بس في خطا مطبعي، تمام. عندنا فيما يعني استمارة الراتب للموظف يحيى، واللي يعمل موظف في شركة النور، شركة خاصة، تمام. عندنا راتب الأساسي 1750 دينار، وعن راتب هنا العملة بالدينار، تمام، يعني احنا أخذنا شيكل ودولار ودينار. علاوة إدارية 200 دينار، علاوة عمل إضافي. إيش أنا علاوة إدارية؟ علاوة إدارية إنه والله رئيس قسم، مدير عام، رئيس كلية، عميد كلية، فبياخذ علاوة إدارية، تمام. ساعات عمل اضافي، الموظف مثلا مطلوب يشتغل 40 ساعه في الاسبوع، والله اشتغل 50، فبياخذ اضافه عليهم. علاوه زوجه 30 دينار انه متزوج، بيزودوا له في الراتب. في عندنا علاوه اولاد عليها علامه استفهام، عندما نشوف كيف نحسبها. في عندنا الادخار، هذا الموظف مشترك في الادخار، بخصم منه شهريا 10% من الراتب الاجمالي. وفي هذا الشخص صاحب جوال عن طريق الشركه من عنده، وبخصمه من راتبه شهريا 100 دينار، تمام، عشان الجوال. غالي يا استاذ الجوال، او يمكن استاذ يكون جايب مثلا ايفون 12 ولا مش عارف الانواع الجديده، يعني حقه يعني 1000 دينار الجهاز، تمام، فما لناش علاقه مش شغلنا يعني. السيد يحيى متزوج، بيعود 4 اولاد، واحد بيبلغ 19 سنه، علاوه الولد الواحد 10 دينار، تمام، كما يعول والدي وابن اخيه الصغير، ويدفع ايجار شقه شهري ب 150 دينار، 150 ايه دولار، تمام. تمام، خلينا نمشي خطا صغير مطبع هنا نعدله. الزوجة 40، تمام، وين حيكون الأولاد؟ 30، تمام، 42، 170، تمام. الآن نبدأ الحل مع بعض. حاجة أقول لك، الراتب الشهري الأساسي 1750 دينار، لأنه راتب بالدينار. طب يا أستاذ وقتش نحول؟ زي ما حكينا، لما تصل للإعفاءات بتحول لشيك مرة واحدة. يضاف العلاوات، انا عندي علاوه اداريه 200 دينار بنضيفها، علاوه زوجي 40 دينار بنضيفها،
تمام المتزوج. طب يا استاذ لو كانت زوجته تعمل هل تعطي الشركة علاوة؟ لا ياخذش علاوة. طيب لو كان متزوج تنتين او ثلاثة او اربعة هل الشركة بتعطي علاوة؟ في بعض الشركات بتعطي علاوة للزوجات الاربعة وفي شركات بتعطيش، يعني بيكون السؤال موضح لك. لكن اذا كانت زوجته تعمل على طول ما بياخذش علاوة زوجة. تمام. علاوة الأولاد إحنا بنعرف إنه كل شخص بيجي له مولود بروح بقدم كوشان المولود تمام لقسم الموارد البشرية في الشركة اللي بيعمل فيها وبيعطوه على طول بينزلوا له العلاوة. لما انتبه الشباب لشغلة إنه الشركة اللي بتعطي علاوة للولد 10 دينار بس، الشركات في الغالب في أنظمتها في قوانينها تمام بتعطي الولد حتى سن 18 سنة، يعني يكون يصل توجيهي، لانه بعد توجيهي خلاص صار انه هو دخل في مرحله انه يصير راجل يعني يعتمد على حاله. طب يا سيد لو كان طالب جامعه بجيب ما يثبته بتضل العلاوه. تمام. طيب لو كان بنت مش متزوجه بتجيب ما يثبته بتضل العلاوه. طب لو كان ولد معاق بتجيب ما يثبته بتضل العلاوه. واضح؟ تمام. علاوه الاولاد 10 دينار. طب هم كم اولاد؟ هم 4 اولاد لكن واحد منهم تمام احدهم يبلغ من عمره 19 سنه، وهان ما قاليش هو انه والله والله بدرس جامعه وغير، لا خلاص وبالتالي بستبعده. الاولاد عندي مش 4 3 ب 10، هي 30 دينار. تمام. عمل اضافي 170 دينار معطى عندي، يبقى مجموع العلاوات 440 دينار. يبقى الراتب الشهري الاجمالي بالدينار حقول 1750 دينار زائد 440 دينار بيطلع عندي 2190 دينار، هذا الراتب الشهري الاجمالي بالدينار. يخصم التنزيلات، ايش عنده تنزيلات؟ عنده فقط ادخار اللي هو 2190 في 10% بيطلع 219. بعد هيك بنقول صافي 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 الراتب الشهري بالدينار 2190 ناقص 219 بيطلع 1971. تمام. هل لقيت ايش ضل عندنا؟ الان بحول الى الشيكل. صافي الراتب الشهري بالشيكل، احنا عارفين الواحد دينار يساوي 5 شيكل، طبعا حاليا الدينار ارخص من هيك لكن احنا سعر هذا للتدريب. الواحد دينار 5 شيكل يبقى 1971 دينار، ايش بيساوي شيكل؟ بقول 1971 ضرب 5 شيكل بيطلع عندي 9855 شيكل. بعد هيك على طول بخصم الاعفاءات العائليه، فقط عندي اعفاء مقيم اللي هو اعفاء شخصي اللي هو بسموه اعفاء عزل. قديش؟ 36000 بالسنة، يعني 3000 شيكل بالشهر. هان لا في عندي اعفاء اولاد بعطيش للاولاد. طيب يا استاذ في عنده ايجار شقه ما لي علاقه فيه، انا بس بعطي الاعفاءات اللي بعطيها اعفاء شخصي، اعفاء طالب جامعي، اعفاء شراء شقه، لكن الايجار بيعتبروه مشمول في ال 3000. تمام؟ مشمول في ال 3000، وبالتالي فقط الاعفاء الوحيد عندها هو الاعفاء الشخصي 3000 شيكل. اذا الدخل الخاضع للضريبة 6855 شيكل. تمام. نروح لآخر نقطة، الأسعار على طول أنا بحط عشان ما ننساهاش ونحفظها أرقامها. الدخل الخاضع للضريبة أو الدخل الضريبي 6855 شيكل، وبالتالي هذا بنحسب على الشريحتين، بقول 6250 في 5% بيطلع 312.5، والشريحة الثانية هي 6855 اللي هو كل الدخل الخاضع ناقص اللي هو الحد الاقصى للشريحه الاولى اللي هي 6250 ضرب 10% بيطلع عندي 60.5. نجمع مع بعض ال 312.5 زائد 60.5 بيطلع 373 شيكل. هذه هي الضريبه المستحقه على الموظف يحيى حسب استماره الراتب اللي عنده. بناكد على نقطه مهمه بالنسبه للاولاد، زي ما حكينا الاولاد بياخذوا العلاوه حتى سن 18 سنه، اذا غلط وتعدى 18 سنه تقف العلاوه مباشره. اذا كانت الزوجه تعمل فيش علاوه للزوجه. تمام. بالنسبه للاعفاءات في حاله يحيى هان فقط اعفاء شخصي، ما لنا علاقه لا في ايجار السكن ولا لنا علاقه في اولاده ولا لنا علاقه في ابن اخوه ولا لنا علاقه في حدا. تمام. هو بيعطيه 3000 بالشهر اعفاء، يعني اعفاء شخصي يصرف على اللي بده اياه. تمام. فالضريبة المستحقة عليه 373، هي تخصم قبل ما يسلم يحيى الراتب، يعني بخصوصا زي ما بيقولوا عند المنبع.
احنا هيك بكون يعني انهينا هذه المحاضرة، محاضرتنا انتهت ان شاء الله، يعني تكون الامور واضحة. باتمنى انه طبعا انه الطالب بعد ما تقرأ السؤال وتحط تكتب معايا الملاحظات اللي انا بحكيها اثناء الشرح، تحاول انت تحل الاسئلة والتمارين لحالك، معنى انه تاخذ السؤال وتشوف هل انت بتوصل لنفس الضريبة اللي انحسبت على هذا الموظف ولا لا، وهذا هي فعلا بتظهر في استمارة الراتب. انا ان شاء الله بدنا نحاول انه نعرض لكم نماذج لاستمارات رواتب موظفي الحكومه للمحاضره القادمه، وان شاء الله حيكون في عندنا كمان محاضره كيف نحسب ضريبه الرواتب. بعدها ان شاء الله حننتقل لموضوع اخر هو ضريبه المهن الحره وضريبه الشركات. بتمنى ان المحاضره تكون واضحه وسهله، وهي محاضره عمليه بالكامل، وان شاء الله نراكم ونلتقي بكم في محاضره قادمه، طبعا محاضرتنا القادمه ايضا في حساب ضريبه الرواتب. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.